بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فما يزال مجلسنا المبارك هذا منعقداً من رحاب بيت الله الحرام في كل ليلة من ليالي الجمعة، لنستزيد من صلاتنا وسلامنا على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مغتنمين من بركة هذه الليلة وشرفها بقدر ما نستكثر من صلاتنا وسلامنا على إمامنا ونبينا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا هو مجلسنا العشرون بعون الله تعالى من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، المنعقد في هذا اليوم الخميس ليلة الجمعة العاشر من شهر شعبان سنة 1444 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المجلس وأمثاله في هذه الليالي المباركة حظها أن تكون عطرة بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. صلاة الله ما غيث تهامى على من بالنبوة قد تسامى، صلاة نفحها طيب ومسك وتسليم كأنسام الخزامى. وقف بنا الحديث أيها المباركون ليلة الجمعة الماضية فيما ساق الإمام ابن القيم رحمه الله من فصول تتعلق ببيان بعض آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. تقدم الحديث عن فصل في أولاده، فصل في أعمامه وعماته عليه الصلاة والسلام. أما مجلس الليلة أيها الكرام فمنعقد للحديث عن أمهاتنا، أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللاتي رفع الله شأنهن بزواجهن من نبي الأمة عليه الصلاة والسلام، أزواجه اللاتي عشن معه في بيت النبوة وترافقن معه في حياته ومسيرته في دعوته لأمته عليه الصلاة والسلام، أزواجه اللاتي شاطرنه هذه الحياة حتى لحق بالرفيق الأعلى، نساء في الأمة اختارهن الله صفوة من بين النساء، ليس لأن تكن صحابيات يعشن معه شرف الصحبة، بل زوجات يعشن معه في بيت واحد، هذا شرف عظيم ومنقبة كريمة خص الله بها أولئك الطاهرات أمهات المؤمنين. هذا الفصل في تعداد أسمائهن وطرف يسير موجز من فضائلهن ومناقبهن وما يحسن العلم به من شأنهن رضي الله عنهن جميعا. عبد الله، أما أنهن أمهات لي ولك، وحق الواحد منا أن يعلم عن أمه القدر الذي لا يحسن الجهل به. هذا ذكر لأسمائهن وترتيبهن في زواجهن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأحدنا لا يحسن به، بل غاية ما يقبح بشأنه أن لو سئل عن اسم أمه أو نسبها أو شيء بارز من شأن حياتها فلا يحسن الجواب. فهذا أعظم شأناً، لأنه حديث عمن ذكره الله عز وجل بقوله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وهذا مجلس الليلة منعقد في هذا الفصل المبارك الذي قد يستغرق مجلساً أو اثنين، سائلين الله التوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل في أزواجه صلى الله عليه وسلم. سيسوق هنا رحمه الله تعالى طرفاً موجزاً من أزواج من أسماء وشيء من العلم بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم فهن الأقمار المضيئة في سماء بيت النبوة، بهن رضي الله عنهن أشرقت
وازدانت سماء الحياة الأسرية في الأمة المحمدية صفوة اختارهن الله فكن أمهات المؤمنين. سيأتيك أن لكل واحدة منهن رضي الله عنهن شأنها وفضلها ومنقبتها، لكنهن جميعاً يجتمعن في مجامع من الفضل والخير والشرف. حسبك أولاً أنهن اجتمعن في وصف جليل هو إجلال لهن وشرف لنا نحن، أنهن أمهات المؤمنين، كما قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ومعنى أزواجه أمهاتهم كما ساق الإمام الطبري رحمه الله قال: وحرمة أزواجه حرمة أمهاتهم عليهم، في أنهن يحرم عليهن نكاحهن من بعد وفاته كما يحرم عليهم نكاح أمهاتهم. وأزواجه أمهاتهم، قال قتادة رحمه الله: يعظم بذلك حقهن. إذن هذا معنى كونهن أمهات المؤمنين. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: وأزواجه أمهاتهم، أي في الحرمة والاحترام والإكرام والتوقير والإعظام، ولكن لا تجوز الخلوة بهن، ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن ولا أخواتهن بالإجماع. يعني لا تقل لأنها أم المؤمنين إذن فأختها خالتي وابنتها أختي، هذا لا علاقة له بمسألة التحريم في النكاح. إذن قال رحمه الله: ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع، وإن سمى بعض العلماء بناتهن أخوات المؤمنين، كما هو منصوص الشافعية في المختصر، وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم. يعني كما يقال أحياناً في وصف أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان أن يقال خال المؤمنين، وليس المقصود إثبات الخؤولة، لأن أخته أم حبيبة رضي الله عنها زوج رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا كانت هي أم المؤمنين وهو أخوها إذن هو خال المؤمنين. لكن هذه عبارة تقال احتراماً وإكراماً لا إثباتاً للأحكام. وهكذا الشأن في بناتهن، يقال عن إحدى بناتهن إنها أخت المؤمنين، لكن ليس معنى هذا إثبات الأحكام المتعلقة بالمحرمية والنكاح. قال رحمه الله: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة في منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين فوق منازل الخلائق في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش. من أين جيء بهذا الكلام؟ لأنهن أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام، وزوجة الرجل من أهل الإيمان في الدنيا تصحبه في الآخرة، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ونصوص دلت على أن الله يكرم المؤمن في الجنة بجمع أهل بيته معه، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وهذا أيضا وجه آخر من وجوه شرف أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فوق رفعة القدر في الدنيا رفعة المنازل في الآخرة. وهذا أيضا داخل في عموم القاعدة الشرعية أن زوجة المرء في دنياه تصحبه في أخراه، والحديث وإن كان لا يصح لفظاً: المرأة لآخر أزواجها، لكنه تعضد ببعض أثار الصحابة كأبي الدرداء وحذيفة رضي الله عنهم: المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا. فهذا شرف لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن. وأيضاً من مناقبهن ما ذكر الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا نساء النبي، ولما خيرنا بين الدنيا وبين البقاء مع النبي عليه الصلاة والسلام واخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، قال الله عز وجل: فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. كل هذا اجتمعنا فيه، وانفردت كل واحدة منهن رضي الله عنهن بالشرف والخير والفضل والمنقبة الآتي ذكرها إيجازا في كلام المصنف رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في أزواجه صلى الله عليه وسلم.
أولاهن خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية، تزوج بها قبل النبوة ولها 40 سنة، ولم يتزوج عليها حتى ماتت، وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم، وهي التي وازرته على النبوة وجاهدت معه وواسته بنفسها ومالها، وأرسل الله إليها السلام مع جبريل، وهذه خاصية لا تعرف لامرأة سواها، وماتت قبل الهجرة 3 سنين. مضى الحديث ليلة الجمعة الماضية عن طرف من مناقب أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها في سياق حديث المصنف رحمه الله عن المفاضلة التي يذكرها العلماء بين خديجة وعائشة وفاطمة رضي الله عنهن جميعا، وكلهن ذوات فضل وثقل عظيم في ميزان الخير والشرف في أمة الإسلام بين نساء المسلمين. خديجة رضي الله عنها أول امرأة في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي من أكرمها الله عز وجل فحمل بطنها الولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإنه كان يذكر هذا لها جيدا، ويذكره لها إشادة وفضلا واعترافا ووفاء. ومضى معكم ذاك الحديث الذي قالت فيه عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين، قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. تقول عائشة رضي الله عنها: فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فيقول عليه الصلاة والسلام: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. فخصها الله بهذا الفضل، وصارت رضي الله عنها أم أولاد رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل أين أنت عبد الله من آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام ونسل سلالته المباركة؟ فإنهن جميعا إلى اليوم، كل من ينتسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنهم من بطن خديجة رضي الله عنها، لأنه ما بقي من بيت النبوة ما استمر نسله إلا ما كان من ولد الحسن والحسين، وهما ابن فاطمة رضي الله عنها بنت خديجة رضي الله عنها، وهذا دلالة على أمر ذكر في مناقبها رضي الله عنها. في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها لما ذكرت في أول بدء الوحي، لما قالت خديجة للنبي عليه الصلاة والسلام: أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، هذا المقام لخديجة رضي الله عنها لا أقول ما سبقها إليه أحد، بل ما شاركها فيه أحد، ولا أحد نال من هذا الشرف والفضل وهذا الموقف العظيم في تثبيت فؤاد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا خديجة. كان موقفها ذاك موقف أمة بأكملها، كان موقف أمنا خديجة رضي الله عنها في هذا المقام الذي ثبتت بكلامها العظيم قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال المصنف: هي التي آزرته على النبوة وجاهدت معه، كان صبرها وتضحيتها وتثبيتها لقلب رسول الله عليه الصلاة والسلام شيء عظيم. يقول الحافظ ابن حجر: مما اختصت به يعني خديجة رضي الله عنها سبقها نساء هذه الأمة إلى الإيمان. أول امرأة أكرمها الله فدخلت في الإسلام خديجة رضي الله عنها. قال: فسنت ذلك لكل من آمنت بعدها فيكون لها مثل أجرهن. ثم يقول: وقد شاركها في ذلك أبو بكر الصديق بالنسبة إلى الرجال، ولا يعرف قدر ما لكل منهما من الثواب بسبب ذلك إلا الله عز وجل. من مناقب أمنا خديجة رضي الله عنها ما قالته عائشة رضي الله عنها: لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت. هذا أمر تفردت به أيضا من بين سائر نساء رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنها بقيت متفردة به حتى فارقت الحياة.
وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، وهو دلالة على عظيم قدرها في قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى مزيد فضلها لأنها أغنته عن غيرها، واختصت بقدر ما اشترك فيه غيرها أحد، لأنه عليه الصلاة والسلام عاش بعد أن تزوجها 38 عاما. انفردت خديجة 25، وعلى نحو الثلثين من مجموع النبوة التي عاشها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فصار قلبها فيها من الأمر العظيم الذي خصت به من بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من فضائل أمنا خديجة رضي الله عنها في قول عائشة لما ذكر لها إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد، يقول الإمام ابن العربي رحمه الله: كان النبي عليه الصلاة والسلام قد انتفع بخديجة. يعني إيش يقصد لما اختصر الكلام إنها كانت وكانت وكانت؟ يعني كلام كثير لا يسع ذكره، ولو جلست تعدد ماذا كانت خديجة في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام لطال بك الكلام. فإما أن تكون عائشة اختصرت، أو يكون النبي عليه الصلاة والسلام اختصر لها الكلام، يقول: تكلميني في خديجة؟ إنها كانت وكانت، يعني شيء يفوق التعداد. يقول ابن العربي رحمه الله: قد انتفع النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة برأيها ومالها ونصرها، فرعاها حية وميتة، وبرها موجودة ومعدومة، وأتى بعد موتها ما كان يعلم أنه يسرها لو كان في حياتها، حتى إذا ماتت بسنين إذا ذبحت الشاة يرسل قطعا منها إلى صديقات خديجة. لو كانت خديجة رضي الله عنها حية وفعل هذا الموقف لسرها بذلك، ففعل ما كان يسعد قلبها لو كانت حية. هذا وفاء عظيم، هذا بر جليل تتعلم فيه الأمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول القرطبي رضي الله رحمه الله: قول عائشة رضي الله عنها: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة لما كنت أسمعه يذكرها، يعني من كثرة ما كان يمدحها ويثني عليها ويذكر فضائلها. قال: وذلك لفرط محبته إياها ولما اتصل به من الخير بسببها وفي بيتها. قال: ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إني رزقت حبها. حبها كان رزقاً يذكره رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت محبوبة في قلبه عليه الصلاة والسلام، حق علينا والله أن نحبها في قلوبنا. هي أمنا، هي زوج رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما فائدة ما تقرأ من أخبارها وما تسمع من فضائلها إلا أن تملأ قلبك إجلالاً لها واحتراماً ومحبةً وتقديراً. بل حق علي وعليك والله أن يحب أحدنا أمهات المؤمنين أكثر من حبه لأمه التي أنجبته وحملته وأرضعته. والمقام عظيم، وهذا مقام شرف الله فيه شأن أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن مناقبها الجليلة ما أشار إليه المصنف، قال: أرسل الله إليها السلام مع جبريل. هذا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه منقبتان في حديث واحد. قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. من نال مثل هذه البشارة إلا خديجة في الأمة رضي الله عنها؟ من الذي تأتيه البشارة ببيت في الجنة على لسان جبريل عليه السلام يأتي يبشر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول: بشرها وأخبرها؟ لا، وهو قبل ذلك مصحوب بسلام من ربها. سبحان الله. يقول أهل العلم: في هذا منقبتان عظيمتان لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. الأولى إرسال الرب جل وعلا سلامه عليها مع جبريل عليه السلام، وإبلاغ النبي عليه الصلاة والسلام لذلك. والثانية هذه البشارة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. من قصب، القصب الدر المجوف،
لا صخب فيه، ما في أصوات مزعجة ولا مختلطة ولا جلبة، لا نصب لا تعب. لما نفى النصب والصخب عن هذا البيت فيه معنيان: الأول أن النصب لابد في كل بيت من تعب في إصلاحه وصخب بين سككه وطرقاته، فأخبر أن قصور الجنة على غير ذلك. ولما تعبت في الدنيا رزقها الله الراحة العظيمة في الجنة في الآخرة. وها هنا لطيفة ذكرها الحافظ ابن حجر: لماذا بشرت خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة؟ ولماذا جاء هذا الوصف؟ قال: في ذكر البيت معنى آخر، لأن مرجع أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام إليها، لما ثبت في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. قالت أم سلمة لما نزلت الآية: دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا والحسن والحسين فجللهم بكساء، قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي. يقول: ومرجع أهل البيت هؤلاء إلى خديجة، لأن الحسين من فاطمة، وفاطمة بنتها، وعلي نشأ في بيت خديجة صغيرا ثم تزوج بنتها، فظهر أن مرجع أهل البيت النبوي إلى خديجة رضي الله عنها دون غيرها. فبشرت في الجنة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب رضي الله عنها وأرضاها. هذا طرف من مناقبها. قال المصنف رحمه الله: هذه خاصية لا تعرف لامرأة سواها، وماتت قبل الهجرة رضي الله عنها بثلاث سنين، وهذا كما تقدم معكم عقب الخروج من حصار الشعب الذي كان الخروج منه في السنة العاشرة من البعثة، يعني قبل الهجرة بثلاث سنوات، وكان موتها وموت أبي طالب متزامنا، فشق ذلك العام في وقعه حزنا على قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ثم تزوج بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة القرشية، وهي التي وهبت يومها لعائشة. سودة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام في مكة بعد موت خديجة، ولهذا فإن سودة رضي الله عنها أيضا من مناقبها أنها ظفرت بانفرادها زوجة مدة في آخر الأيام بمكة قبل الهجرة، فإنه عليه الصلاة والسلام تزوجها، وذلك في المدة التي بقيت بها في مكة قبل الهجرة رضي الله عنها. و سودة رضي الله عنها بنت زمعة من فضائلها ومن مناقبها ما حصل معها في آخر أيامها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما أحست بأنه لا يرغب فيها، فخشيت أن تخسر صحبتها زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من حكمتها وفطنتها رضي الله عنها أنها تنازلت عن يومها لعائشة رضي الله عنها، ووهبتها إياه لتبقى في صحبة وعصمة رسول الله عليه الصلاة والسلام لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة. في الصحيحين قول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة، يعني لا أحب أن امرأة أكون في هيئتها وفي شكلها كما هي في شأن سودة. فتذكرها عائشة رضي الله عنها إشادة بها، تقول: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة، من امرأة فيها حدة. قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، قالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة. فكان عليه الصلاة والسلام يقسم لعائشة يومين: يومها ويوم سودة رضي الله عنهن جميعا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم تزوج بعدها أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، حبيبة رسول رب العالمين، عائشة بنت أبي بكر الصديق، وعرضها عليه الملك قبل نكاحها في سرقة من حرير وقال: هذه زوجتك. تزوج بها في شوال وعمرها ست سنين، وبنى بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة وعمرها تسع سنين ولم يتزوج بكرا غيرها، وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرها، وكانت أحب الخلق إليه، ونزل عذرها من السماء، واتفقت الأمة على كفر قاذفها،
وهي أفقه نسائه وأعلمهن، بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق. وكان الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إلى قولها ويستفتونها. وقيل إنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطاً ولم يثبت. أسقطت سقطاً يعني حملت حملاً فسقط صغيراً قبل أن يكتمل أو أن تلده، قال ولم يثبت ذلك، يعني هي من الأخبار التي لا تصح نسبتها إلى أمنا عائشة رضي الله عنها. عائشة، وما أدراكم ما عائشة؟ الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها أبي بكر، حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما سئل عن أحب الناس إليه قال عائشة بلا تردد ولا حرج في ذلك عليه الصلاة والسلام. ذكر المصنف جملة من مناقبها وهي كثيرة، وحقها وحق خديجة رضي الله عنها وسائر أمهات المؤمنين أن تفرد كل واحدة منهن بمجلس، أي والله، فيذكر فضلها وخيرها ومنقبتها لتمتلئ القلوب بمحبتهن رضي الله عنهن. أما عائشة رضي الله عنها فذكر لها جملا لم يقع لغيرها من زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل ولا لأحد من نساء الأمة قط. قال الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات حبيبة رسول رب العالمين، عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، هي أحب الأزواج إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهو القائل فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كفضل الثريد على سائر الطعام، والثريد من أحب الطعام إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذكر ذلك الفضل. ولما كان الثريد وهو اللحم المخبوز في الذي يقطع معه الخبز، لما كان اللحم سيد الإدام والبر سيد الأطعمة والأقوات، فكان الثريد المصنوع منهما أفضل الأطعمة وأعظمها. قال كما كان الثريد أفضل أنواع الأطعمة وأفخره وأنفعه، فكذلك عائشة رضي الله عنها أفضل النساء وأعظمهن فضلا في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تزوجته صغيرا بكرا وصحبته مدة حياته، فوجد عندها الأنس عليه الصلاة والسلام، أحبها وأعلن حبها وأظهر ذلك، فعرفه زوجاته رضي الله عنهن، وعرفه أصحابه رضي الله عنهم، عرف المجتمع كله مكانة عائشة في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع رعاك الله في الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ قالت: قلت بلى والله. قال: فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة. الحديث صححه الحاكم وابن حبان. وفي رواية ابن حبان أن رسول الله عليه الصلاة والسلام ذكر فاطمة، قالت عائشة: فتكلمت أنا فقال: أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا وفي الآخرة؟ الحديث. ومثل ذلك وقع في الصحيح عند البخاري من قول عمار بن ياسر رضي الله عنه: إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة. فصح ذلك من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما كان في مرضه الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه، كان في مرضه الذي مات فيه جعل يدور في نسائه وهو يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ حرصاً على بيت عائشة. فلما جاء عندها وكان يومها سكن عندها واستقر وبقي هنا، ورضيت زوجاته رضي الله عنهن أن يبقى في بيت عائشة يمرض عندها، فقبض في بيتها صلوات الله وسلامه عليه. إذن ليس فقط أمهات المؤمنين كنا يعلمن ذلك، بل سائر الصحابة. واسمع أيضاً الحديث الذي أخرج البخاري، قال: كان الناس يتحرون بهداياهم للنبي عليه الصلاة والسلام يوم عائشة، يعني إذا أراد أحدهم أن يبعث هدية إلى بيته يبعثها في اليوم الذي يكون فيه عند عائشة. ليش؟ لأنه يكون أطيب خاطراً عليه الصلاة والسلام وأهنأ بالاً، وهم يبحثون عن أن تكون لهدية أحدهم وقعها في قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يوافق ذلك منه انشراح صدر
وسرور قلب وراحة بال. تقول: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت عائشة رضي الله عنها: فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة. من صواحبها؟ ضرائرها، زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت: فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلنا: يا أم سلمة، والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريده عائشة، وإنا نريد الخير كما تريده عائشة. فقالوا: فموري رسول الله أن يأمر الناس أن يهدوه إليه حيث كان أو حيث دار. يعني ليتك تكلمين النبي عليه الصلاة والسلام أن يوجه التوجيه للصحابة: أيكم أراد أن يرسل إلي هدية فليأته في أي يوم وفي أي بيت أكون فيه. لماذا طلبوا هذا من أم سلمة؟ لكونها رضي الله عنها أكبرهن وأسدهن رأياً وأكثرهن عقلاً وحكمة، فربما كان كلامها أكثر قبولاً عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. وألا يحمل أيضاً على الغيرة ولا على الطيش لما عرف عنها عند رسول الله عليه الصلاة والسلام بالرجحان عقلها وسداد رأيها. فاتجهنا إلى أم سلمة بهذا الطلب، فقلنا: يا أم سلمة، والله إن الناس يهدون أو يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريده عائشة، فموري رسول الله أن يأمر أصحابه أن يهدوا إليه حيث كان أو حيث دار. قالت: فذكرت ذلك أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فأعرض عني. قالت رضي الله عنها: فلما عاد إلي ذكرت له ذلك فأعرض عني. فلما كان في الثالثة أعرض عني فقال: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي في لحاف امرأة منكن غيرها. فقطع عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام أي محاولة لمن يريد أن يكون في قلبه شيء على عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ودل الحديث على المنقبة التي أشار إليها المصنف رحمه الله بقوله لما أشار إلى هذه الجملة: وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرها. فانفردت بذلك، ومعنى ذلك أن جبريل عليه السلام ربما أتاه بالوحي والنبي عليه الصلاة والسلام مع عائشة في اللحاف، يعني أن هذا من شأنها الذي خصت به، وارتفع قدرها أن ينزل الوحي ليس في دارها فقط بل في فراشها وفي لحافها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله: وعرضها عليه الملك قبل نكاحها في سرقة من حرير، وقال: هذه زوجتك. والحديث أيضا في الصحيحين. عرضها عليه في سرقة من حرير، يعني في قطعة من قماش من حرير أتى بها الملك بشارة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وعائشة آنذاك صغيرة، كانت صبية، ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: تزوجها في شوال وعمرها 6 سنين، والمقصود هنا العقد. وبنى بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة وعمرها 9 سنين، يعني دخل بها بعد الهجرة في المدينة، ولكن العقد كان قبل ذلك، فما كان بينهما 3 سنوات هي المدة التي تهيأ فيها النبي عليه الصلاة والسلام للهجرة، وبلغ المدينة ثم أسس بيوته، ثم أتته عائشة فبنى بها سنة وعمرها 9 سنوات في السنة الأولى من الهجرة، يعني بعد مقدمه المدينة بنحو 6 أشهر عليه الصلاة والسلام. ومما يحسن التنبيه عليه أيها الكرام في شأن زواج النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة وصغر سنها، وما قد يورث ذلك إشكالاً عند بعض المعاصرين: كيف تزوجها صغيرة وكيف عمرها 9 سنوات؟ والجواب أن الفتاة متى بلغت فهي امرأة، وقد كان يكثر في نساء العرب، وإلى اليوم يكثر في نساء العرب في جزيرة العرب خاصة بلوغ النساء في سن مبكرة، فتبلغ الفتاة من سن 9 أو 10، فإذا بلغت فهي امرأة، يعني أصبح حكمها في الشريعة من حيث البلوغ وأحكام التكليف وسائر ما يتعلق بحقها امرأة مكلفة في الشريعة ما يلحق بنت 30 سنة و40 سنة. هذه واحدة. والثانية،
هل تقوى بنت 9 سنوات على تحمل أعباء الزوجية وبيت النبوة والقيام بكل ما يتعلق بما يحتاج إليه الزوج؟ الجواب لا يحتاج إلى تفصيل، حسبك أنها عاشت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فملكت قلبه حبا لها. لا حاجة لأن تقول كانت قادرة على تحمل ذلك وصنعت وفعلت، أما قد عاشت معه سنواته حتى مات عليه الصلاة والسلام وهي أحب النساء إليه؟ فهل وجد في أثر أو حديث صحيح أو ضعيف أنها قصرت في بيت النبوة وما كانت لتعي شأن أحكام الزوجية وحقوق الزوج ورعايته؟ هذا كلام إنما أورث إشكالاً عند الأجيال المعاصرة، لأن أولاد 9 سنوات والعشر والبلوغ وما بعد البلوغ، وأقصد بالأولاد بنين وبنات، أصبح في اصطلاح الناس المعاصر اليوم مرحلة من مراحل الطفولة، ويسمونهم أطفالاً، حتى إذا بلغ وجرى عليه القلم وكان مكلفاً في نظر الشريعة قالوا مراهق، ويجعلون من وصف المراهقة تخفيفاً لما قد ينتج عنها من طيش وخلل وتجاوز وإخلال بالأدب والخلق والأحكام والحلال والحرام. والشريعة إنما تنظر إلى ذلك بمنظور التكليف الذي يجري عليه القلم والحساب، ويتحمل الوالدان تبعة التربية والتوجيه والدعاء، لكنها مفارقة نشأت من اختلال المفاهيم المعاصرة، فيجعلون ابن 15 وابن 20 لا يزال في طور الشباب، المعهود عنه الطيش ونقص العقل وقلة الخبرة والتجربة والدراية، ويجعلون ذلك عذراً لتجاوز كثير من القصور والتقصير الذي يقع فيه أولاد 15 و16 و20 وما حولها. لكن شأن العرب أيضاً في تلك الأزمنة المتقدمة أن الفتوة والحزم واحتمال المسؤولية والقيام بأعباء الحياة تبدأ من سن مبكرة. لا أتكلم عن زمن الصحابة والتابعين، بل زمن الآباء والأجداد، يعني قبل 50 سنة و70 سنة، يذكر كبار السن أنهم نشأوا في مرحلة كان أحدهم يعيش أعباء الحياة من سن 8 و9 و10، ويشارك أباه أعباء البيت ومسؤولية الأسرة والعمل في المزرعة وتحمل المشاق. فإذا كان هذا مألوفاً إلى قبل 50 سنة أو 60 سنة، فما ظنك بالزمن الأول ونساء الصحابة رضي الله عنهن؟ فإذا كان هذا متقرراً زال الإشكال وانجلى الكرب. لكن سوء بعض الفهم مع تسلط بعض أعداء المسلمين في تشويه الإسلام والنكاية به وإفراغ غل القلوب في كل ما يمكنهم أن يفعلوه، شأن معهود عند كل عدو حاقد متربص بالإسلام ليطعن في رسالة الإسلام ونبي الإسلام وكتاب الإسلام، ويأتي إلى شيء من أحكام بيت النبي عليه الصلاة والسلام فيطعن في زواجه من خديجة ليقول كان مصلحة تجارية، ويطعن في زواجه من عائشة رضي الله عنها ويقول رغبة في الفتيات الصغيرات، ويطعن في زواجه بغيرهن من نساء الصحابة وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام ليقول استكثارا من النساء شبهات تقذفها أفواه حاقدة في داخلها كره وعداء مبطن وظاهر ومعلن على الإسلام وكل ما يتصل به. ليس الغرابة في شأن أعداء الإسلام، لكن المستغرب حقاً في جهل بني الإسلام في دفع تلك الشبهات ورد تلك الأباطيل وتفنيد الافتراءات. لا والله، ليس في ديننا وشريعتنا أمر نستحي من ذكره أو نخفيه اليوم عن العالم. تزوج عائشة رضي الله عنها صغيرة، نعم، وكان ذلك عرفاً سائداً ولا حرج فيه ومعمولاً به، ولا يزال بعض قبائل العرب إلى اليوم تتزوج البنات عندهن صغيرات في سن 10 و12 و14. لكن المجتمع الغربي بقيمه وأفكاره وشيء كثير من ثقافته يرى ذلك من حقوق الطفولة التي تمتنع معها أحكام الزواج والاتصال بالأسرة. ليس عقلاً ولا ثقافة سوية، بل اختلال أفكار وانتكاس فطر في الوقت الذي
يستكثرون فيه على بنت الرابعة عشرة والخامسة عشرة والثامنة عشرة أن تتزوج لتكون ربة بيت وأما ترعى أطفالا، ويجعلون هذا حرمانا لها من بقية طفولتها وخرقا لحقوقها، بإزاء ذلك يأذنون بلا تردد ولا حرج أن تعاشر بالحرام الرجال الأجانب، وأن تعيش معه فراش متعة سفاحا بالحرام. مناقضة عجيبة فيما يدعون من طرف حرية واستقلالية، يزعمون في الطرف الآخر حرصا عليها ورعاية لحقوقها. فأف لتلك المفاهيم، ولا عبرة بها ولا التفات إليها. إنما الخلل كله أن يتسلط ذلك الغثاء على شيء من مقدسات الإسلام والمسلمين وحياة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيرته العطرة وشأنه في زواجه بأمهات المؤمنين، ثم يؤثر ذلك تشويشاً في أفهام بعض بني الإسلام وخللاً في التصور وضعفاً في الإجابة واستحياءً من ذكر الجواب، إلى الحد الذي يحتاج بعضهم أن يضعف الرواية. لا، ما تزوجها وهي 9 سنوات، تزوجها عمره 18 سنة، ويتكلف في ذلك كلاماً لا طائل تحته. والخشية من ذلك رفض الفكرة: أتزوج النبي عليه الصلاة والسلام عائشة صغيرة؟ نعم، تزوجها صغيرة، وكان عمرها لما بنى بها ودخل عليها 9 سنوات رضي الله عنها. ثم ذكر من مناقبها أنه لم يتزوج بكرا غيرها، وكل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كن ثيبات، بدءا من خديجة وانتهاءا بميمونة بنت الحارث رضي الله عنهن جميعا. وهذا من أكبر الدلائل على أن زواج النبي عليه الصلاة والسلام من نسائه المتعددات ما كان شهوة ولا حرصا على الاستكثار من النساء، إذ لو أراد لاتخذ الأبكار عليه الصلاة والسلام. لكنها الحكم الجليلة، العلاقة مع القبائل ومصاهرة العشائر وتثبيت الإسلام والدخول إلى البيوت وتعدد القبائل التي تعيش معنى بيت النبوة ليسري الإسلام في كل قطر وقبيلة من مصاهرة النبي عليه الصلاة والسلام، واتخذهن أيضا مختلفات الأطوار والمراحل والأعمار والقبائل. لكن عائشة انفردت رضي الله عنها بأنها البكر الوحيدة التي ما سبق لها زواج قبل زواجها برسول الله عليه الصلاة والسلام، فانفردت رضي الله عنها في حياتها قلبا ومعنى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكانت أحب الخلق إليه، ونزل عذرها من السماء، واتفقت الأمة على كفر قاذفها. يشير رحمه الله تعالى إلى ما صحت به الرواية، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله عمرو بن العاص كما في صحيح البخاري: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. وعمرو بن العاص إنما جاء يسأل لأنه وقع في قلبه أن النبي عليه الصلاة والسلام يحبه. عمرو بن العاص رضي الله عنه وإن تأخر إسلامه لكنه من دهاة العرب وسادات قريش وقيم بها الكبار، تأخر إسلامه لكنه ثقيل الوزن. فلما أسلم في السنوات الأخيرة من حياته مع رسول الله عليه الصلاة والسلام آنس لطفا عظيما في تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معه، وإجلالا واحتراما وتقديرا، فوقع في قلبه الطمع أن يكون قد تربع على عرش القلب عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجاء طامعا يسأل: أي الناس أحب إليك؟ وهو يرجو أن يسمع اسمه، فتفاجأ بالجواب، قال: عائشة. وكان هذا مدهشا، هو إنما أراد أن يسأل عن الصحابة، فتفاجأ بأن النبي عليه الصلاة والسلام يصرح بحبه لعائشة أيا كان السؤال وفي أي مكان. فما زال الطمع في قلب عمرو بن العاص، قال: فمن الرجال؟ إن كانت عائشة فإذا خرجنا عن النساء فمن الرجال، من أحب الناس إليك؟ قال: أبوها، يعني أبو بكر رضي الله عنه. إذن هي الحبيبة بنت الحبيب، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. ما زال عمرو بن العاص يطمع، أبو بكر صاحب السابقة، ثاني اثنين إذ هما في الغار الذي لا ينافسه أحد، لما قال من الرجال قال أبوها، قال: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. قال فعد رجالا فسكت عمرو بن العاص، وآثر أن يبقي على طمعه المتعلق بظنه حب رسول الله عليه الصلاة والسلام له
ولو لم يسمع اسمه، فدل الحديث على تصدر عائشة رضي الله عنها في قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام حبا لها. هذا الحب الذي كان يحبه نبي الأمة عليه الصلاة والسلام، فإن تعجب فاعجب من أقوام يطعنون اليوم في أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس لهم شغل على المنابر وفي المجالس وفي الكتب وفي الخطب إلا الطعن في عائشة رضي الله عنها وقذفها وسبها واتهامها. عجيب والله، لا تجد لذلك مسلكا ولا منطقا، بل لا يبقى مع ذلك لصاحبه ذرة من إسلام. يقول ابن القيم رحمه الله: نزل عذرها من السماء واتفقت الأمة على كفر قاذفها. في قصة غزوة بني المصطلق لما سر الجيش وتحركت القافلة وتركت عائشة رضي الله عنها نائمة، لما ارتحل قائد البعير فحركه فلم يلحظ خفته لصغر حجمها فساق البعير، وإذا بصفوان بن المعطل رضي الله عنه وقد تأخر في القوم لنوم لحقه، أتى إليها فعرفها زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأرخى لها البعير واحتملها وسار حتى أدرك القافلة. فتحدث المنافقون والذين في قلوبهم مرض بشأن قدوم عائشة رضي الله عنها في صحبة صفوان بعد مسير الجيش، فتحركت قلوبهم بالظن السيء وألسنتهم بالقذف الفاحش والعياذ بالله. وسر الكلام في المدينة ونزلت آيات سورة النور تبرئة لعائشة رضي الله عنها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فجاءت تبرئة عائشة رضي الله عنها، ولهذا نقول نزل عذرها من السماء فبرأها الله من فوق سبع سماوات. ولهذا فمن كذب ذلك فقد كذب بالقرآن، ومن أصر على اتهامها كان مكذبا للقرآن الذي نزل ببراءتها، ومن عارض آية من القرآن أو رفض حكمها فقد كفر. وهذا وجه تكفير من يطعن في عائشة رضي الله عنها، لأن شأنها تكذيب آية صريحة في كتاب الله نزلت بتبرئتها وتطهيرها رضي الله عنها. قال: وهي أفقه نسائه وأعلمهن، بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق. يقول الإمام الزهري رحمه الله: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل رضي الله عنها، صحبة النبي عليه الصلاة والسلام في صغر سنها وحداثة عمرها وإقبال عقلها وفراغ قلبها، فاستوعبت في حياتها كل شيء يتصل بحياة رسول الله عليه الصلاة والسلام والوحي الذي ينزل عليه والدين الذي جاء به، فحوت رضي الله عنها علما غزيرا وفقها عظيما مع ما أوتيت رضي الله عنها من الذكاء والحذق والنباهة التي تميزت به رضي الله عنها. وقد صح في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: عائشة زوجتي في الجنة عليه الصلاة والسلام. كان الأكابر من الصحابة يرجعون إلى قولها، يستفتونها، يسألونها عن أحكام الشريعة، يدركون أن عندها من العلم والفقه والرواية ما يحتاج إلى سؤالها رضي الله عنها. وظفر بذلك بعض صغار التابعين فأتوها وتتلمذوا عندها وتعلموا من فقهها، فكانوا ممن روى عنها رضي الله عنها وأرضاها. وبالجملة فمناقبها جمة وآثارها عظيمة رضي الله عنها وأرضاها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها. وذكر أبو داود أنه طلقها ثم راجعها. حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وأرضاها، ذكر أبو داود أنه طلقها ثم راجعها. حفصة بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا من مناقب الصاحبين الخليفتين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج
بابنة كل واحد منهما، فتزوج عائشة بنت أبي بكر وتزوج حفصة بنت عمر رضي الله عنهم جميعا. زواجه بحفصة رضي الله عنها كان أيضا لحكمة جليلة، وهي من المذكورات بين نساء النبي عليه الصلاة والسلام بالعقل والديانة والفضل والعمل الصالح رضي الله عنها. قال ذكر أبو داود أنه طلقها ثم راجعها، فأخرج بعض أصحاب السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام طلقها طلقة ثم راجعها، فهي مذكورة بهذا الحكم الشرعي، ولله في ذلك حكمة لبيان بعض أحكام الشريعة المتعلقة بالنكاح والطلاق. من مناقب حفصة رضي الله عنها ومن فضائلها تعلمها القرآن والكتابة، وكان هذا أمراً عزيزاً عند العرب كافة رجالاً ونساءً، إذ كانت تكثر الأمية حتى سموا بالأميين، وكان يقل فيهم من يتعلم القراءة والكتابة. روى أبو داود في سننه من حديث الشفاء بنت عبد الله قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة، فقال لي: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ فدل على أنها تعلمت الكتابة، ومن يتعلم الكتابة يتعلم القراءة. من مناقبها رضي الله عنها أن المصحف الذي اجتمع عليه المسلمون في عهد عثمان وصار هو مرجع الأمة في كتابة المصحف كان في بيتها محفوظاً عندها، وقد اشتهرت رضي الله عنها بكثرة التعبد والتنفل، فكانت كثيرة الصيام. روى ابن سعد في الطبقات عن حديث نافع قال: ما ماتت حفصة حتى ما تفطر، يعني من شدة سردها للصيام رضي الله عنها وأرضاها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية من بني هلال بن عامر، وتوفيت عنده بعد ضمه لها بشهرين. هذه أقصر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام حياة معه، ما عاشت معه إلا شهرين، وقيل بضعة أشهر، لكنها باتفاق ما بلغت نصف سنة، فكانت أقصر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام حياة معه في صحبته زوجة، زينب بنت خزيمة ابن الحارث القيسية من بني هلال بن عامر. زينب رضي الله عنها ما لبثت عنده إلا أشهرا يسيرة، ولهذا ما وصل من أخبارها إلا القليل. كانت رضي الله عنها تلقب بأم المساكين، قال ابن كثير رحمه الله: وذلك لكثرة صدقاتها عليهم وبرها لهم وإحسانها إليهم، فكانت موصوفة بالصدقة والبر والإحسان إلى الفقراء رضي الله عنها وأرضاها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم تزوج أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية، واسم أبي أمية حذيفة بن المغيرة، وهي آخر نسائه موتاً، وقيل آخرهن موتاً صفية. أم سلمة رضي الله عنها من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام الموصوفة بالعقل والحكمة وسداد الرأي، قال هي آخر نسائه موتاً، هذا على رواية، وقيل آخرهن موتاً صفية بنت حيي الآتي ذكرها، وقيل بل آخرهن موتاً ميمونة بنت الحارث رضي الله عنهن جميعاً. أما أم سلمة فشأنها عجيب في الإسلام، وقصتها عظيمة جليلة، هي التي هاجرت مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة، ولما أرادت الهجرة معه إلى المدينة حصلت معها القصة التي تقدم ذكرها في مجلس سابق، لما فرق أهلها وأهل زوجها بينها وبين زوجها وولدها، ولم تلحقه إلا بعد عام من هجرة أبي سلمة رضي الله عنه. فلما استشهد أبو سلمة رضي الله عنها أكرمها الله عز وجل بزواج النبي صلى الله عليه وسلم منها، وهذا أيضا مما ادخر لها من الخير وكتب لها من الأجر العظيم والعوض الجليل بزواجها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واستطرد المصنف رحمه الله تعالى في حديثه عن أم سلمة رضي الله عنها في مسألة فقهية: من الذي كان ولياً لأم سلمة في زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهو ابنها سلمة أم ابنها عمر
أو هو عمر بن الخطاب في كلام للعلماء لطيف وفيه فوائد فقهية، وكان هذا من مناسبة ذكره لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، ولعل ذلك أن يكون في مجلسنا المقبل إن شاء الله تعالى. فقد تم لنا في مجلس الليلة خمس من أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهن قرابة النصف من تعداد أزواجه عليه الصلاة والسلام. تقدم الحديث عن خديجة وعائشة وسودة وحفصة وزينب بنت خزيمة رضي الله عنهن جميعاً، وعن سائر صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يزال في هذه الليلة متسع وبقية باقية لمحب يرغب في الاستكثار من صلاته وسلامه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله: إن الله إذا أراد بعبده خيرا يسر لسانه للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلاة الله ما هبت رياح وما أمسيت أو طلع الصباح على الهادي رسول الله، تبقى كخافقة يطير بها جناح، ترفرف عاليا في كل وقت وتصعد للسماء ولها وشاح، ويكتب أجرنا وتعود عشرا من الله الكريم بها رباح. فصل على النبي وآل بيت وصحب في محبتهم فلاح. استكثروا يا قوم من صلاتكم وسلامكم على حبيب القلوب وأنسها وبهجة الأرواح وسعدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل اللهم وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واهد ضالنا يا حي يا قيوم. نسألك يا رب من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. واجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى بارك لنا فيما بقي من شعبان، وبلغنا رمضان في عفو وعافية وحسن إيمان يا ذا الجلال والإكرام. بلغنا إياه وأعنا فيه على الصيام والقيام والقرآن وصالح العمل الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي يا رب وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.